يلا مروان. تعالى مهلا. جميلة. يلا مروان. يا اهلا وسهلا يا شواد. نورت الورشة غالية. ما تلاقوش ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، إحنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هتشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختام اتنادي يا ابراهيم. تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ بتعمل انت عايش وش هايس وش؟ بديك فرصه نطلع البلد ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فانت كمان لعلمك مش حلو اللي بتعمله ده، عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. امشيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا. ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس، مالناش شوف حاجه. عشان ما انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك تسال كبير المنطقه؟ ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ انا فين من كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاكر مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك يا هيما. شرف يا نهار اسود. شرف معلش، اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت يا بنت دلوقتي. طب عشان كلكوا الشيش. خش جوه يا بنت. وانت بقى لا مؤاخذه يعني ظروفك ايه يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت، وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد منو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي ب 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله. يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب منو، وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا على اذنك. اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا على اذنك. ما تخلص يا هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا تفكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا اخلص يا ما بفهم حضرتك. ودخلت معايا البيت وخدت وديت معايا في الكلام، وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحارة دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. في ايه؟ بقى موضوع الخطوبة والهبل ده ما ياكلش معانا، عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي، لا سينما، لا بحبك، لا. أنا دمي حامي شطة مولع، ما احبش اللي بيتدلع. أنا كبيري مات ياه. الله يرحمه ويحسن، اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني، ما معكش غير الأفندي اللي بيلق ده. أنا كبير مات يا إبراهيم. بتقول إيه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجة. جدي ومان مات. مش جدي مات وأنت حضرت عزا؟ إن شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزا يا أستاذ إبراهيم. يا بيبا خلاص. احنا بالصلاة على النبي كده نقرا الفاتحة قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانية واحدة بس يا أستاذ إبراهيم، هو حضرتك ليه محسسني إن رؤوف غلط مع الأخت؟ غلط مني مع أنت بتقول إيه أنا؟ لا بيقول محسسني محسسني بس بقى مروان. بس يا مروان أما الرجالة تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا إبراهيم أجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكلة. حاضر. قدامك شهر. بس نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة. يلا طب نكمل الفتحه. يلا يلا عارفين يا يلا في معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. مناشوه. مناشوه مين يا ابراهيم؟ مناشوه يا ابراهيم. بيه مناشوه بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. ده انت زفت وزاد ام امار. زرات يا بنت عايز نقرا كده كلام وزبطت. Yeah, listen, I mean.
خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال، شوف الشقه اللي فوق. يا جدع انا ابراهيم اخو منار خطيبتك، احنا مش اتفقنا ان انا بشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح، انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي، سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جات شيء الشقه ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ اه مطبخ صاي. ايوه كده، لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز يبقى بالفلق يا جدع. ما تخمسش في وشي، احسد مالي؟ بص، وانت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معايا موزه وعايز مكنه. اوعى ابراهيم، اوعى ابراهيم لو سمحت، لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي، مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش هتصدقني. اه مصدقك يا ابراهيم، انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى يا معلم، الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر يا ابراهيم. اتفقنا؟ اه مراتي اقفل دي بس. صباع يا صباع. صح لك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصل مدورها ومطرياها. اوضه النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حمدت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروق معلش يا ابراهيم، من المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. ايه يا رؤوف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قوم يا بنت رش كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. مش هتقدر تغمض عينيك.